وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. النايضة في الجزائر والحراك على الأبواب والاعتقالات بالجملة لأي واحد كيتكلم على المساوئ ديال البلاد، على المعاناة ديال الشعب، على الطوابير اللي كيعيشها الشعب يوميا، وعلى ندرة المواد الأساسية اللي في البلاد. نخليكم مع هذا التقرير، نتمنى تفعلوا معاه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي مازال ما مشاركنش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. الأصوات الجزائرية تتعالى من داخل عدد من العواصم العالمية. هل ينذر الوضع بالانفجار في الجزائر في ظل اتساع دائرة قمع الحراك في البلاد وملاحقة النشطاء بالخارج؟ أهلا بك. أولا يجب أن نلاحظ بأن الحراك لم ينتهي. الدليل على ذلك أن هناك الكثير من الشعارات التي رفعت في الأسبوع الأخير التي تقول بأنها وصلت إلى الأسبوع 168. مقابل ذلك كل التقارير تصنف النظام الجزائري بأنه نظام عسكري رديء بات خطرا كبيرا على الجزائريين. لذلك هناك توقعات بأن الحراك سيعود إلى الشارع وأنه توقف فقط لظروف مرتبطة بالوباء. أكثر من ذلك أن الحراك والاحتجاج أمام السفارات والقنصليات الجزائرية في الخارج لم يتوقف طيلة السنوات الماضية. لماذا؟ لأن الجزائريون يشعرون بأن الهدف الذي خرجوا من أجله لم يتحقق، وهو دولة مدنية وليس دولة عسكرية. يلاحظ بأن هناك تراكم في الشهور الأخيرة، تراكم لعدد الاعتقالات والمحاكمات والاغتيالات، لا يتحدث عنها الكثيرون. أيضا الصحافة، الكثير من المحاكمات وحجب المواقع، بل أكثر من ذلك أعطي مثال فقط، أن صحيفة عمرها 33 سنة هي ليبرتي تم توقيفها بقرار من السلطات العسكرية. لماذا؟ لأنها كتبت مقال لم يعجب العسكريين. ولكن يلاحظ، هذا هو الذي يجب أن ننتبه إليه، أن الجزائري اليوم أمامهم مشهد 30 سنة من العشرية السوداء إلى مرحلة شنقريحة وتبون. بمعنى وقع هذا التراكم اليوم موجود أمامه. لهذا نلاحظ بأنه ما يرفع اليوم صور وشعارات فيها لحاكمين موجودين اليوم ولمن يقولون بأنهم تقاعدوا لكن موجودين، مثلا خالد نزار، شنقريحة، عبد العزيز مجاهد، هذا كله يحضر اليوم هذا المشهد. بمعنى أنهم اليوم الجزائريون يخرجون مرة أخرى، وقلت التوقع هو أن يعود الحراك أكثر قوة. يحاكمون 30 سنة الأخيرة من 92 إلى حدود اليوم، وهناك ملفات كثيرة. نعطي مثال، ملف العشرية السوداء يعود الآن إلى الواجهة، ملفات مثلا اغتيال بعض الصحفيين محمد تمالس، ملفات لأشخاص تم اغتيالهم في السجن. مثلا نعطي مثال للأخير، حكيم دبازي الذي رفعت عائلته دعوة ضد السلطات الجزائرية، وملفات أخرى بالإضافة إلى ملفات مرتبطة بجرائم التي هي مالية وغيرها. إذا الوضع هو خطير جدا، وأقول بأنه الحراك اليوم أمامه مشهد 30 سنة من الانتهاكات والاغتيالات، وكل التقارير تصف الجزائر اليوم بأنها نظام عسكري رديء. لما نقول نظام عسكري رديء بمعنى بات خطرا كبيرا على الجزائريين. وإلا مثلا كل يوم نسمع عن شخص يموت وهو في السجن، بمعنى أنه أو يتم اختطافه. كريم طابو تم اختطافه منذ أيام. أيضا هناك أشخاص بمعنى فقدوا عقلهم ولا زالوا في السجون نتيجة التعذيب. كل هذه الأمور هي توثق. ولهذا فالمؤشر الأول هو هذا التصاعد للاحتجاجات في الخارج، هو يبين بأن ما هو في الداخل قادم وسيكون أقوى من السابق. طيب هذا الوضع المحتقن الذي تتحدث عنه، هل يعني أن النظام الجزائري بات عاجزا عن إيجاد حلول تخفف من هذا الاحتقان؟ النظام الجزائري هو أولا يعاني من تآكل ما يمكن أن نسميه بالمشروعية، لا أتحدث عن الشرعية، بمعنى
انتهى كل الأساطير التي كان يتحدث عنها. مشكل الشرعية مطروح، ضعف على مستوى التعامل مع الأوضاع الداخلية. لاحظنا مثلا، ولهذا فالكثير يشبه الحالة الموجودة اليوم الذين يحكمون بما جرى في أوغندا في لحظة في مرحلة عيد لامين دادا، أحد أعنف الأنظمة، بمعنى أنه يعاقب الجزائريين سياسيا واقتصاديا، اعتقالات، اغتيالات إلى غير ذلك. إذن هنا بمعنى أن الوضع هو منفلت، بل أكثر من ذلك هناك من يتحدث بأنه خارج العاصمة لا توجد، بمعنى خارج العاصمة هو وضع آخر، فقط المعلومات هي التي تأتي من العاصمة فقط. إذن الدولة هي تنهار بهذه العبارة، وهناك تقارير تقول بأن الوضع، قلت بأنه أصعب. لماذا؟ لأن كل ما خرج من أجله الجزائريين منذ 3 سنوات لم يتحقق. المطلب الرئيسي دولة مدنية وليس عسكرية، ولكن يبدو بأن الدولة تحولت إلى نظام، أعنف نظام عسكري رديء، مع قادة نعرفهم جيدا وهم مرتبطين بمرحلة وارتكبوا جرائم في المرحلة الأخيرة. مثلا هناك اليوم في الخارج من يوثق لجريمة حرق الغابات في القبائل من طرف مجموعة محيطة بشنغريحة، يعودون. وهناك مثلا شهادات حبيب سويدية التي كتبها في كتابه عن ما وقع في سنة 1993 مع شنغريحة في تلك المنطقة، هو يعود اليوم موثق، بمعنى شهادات موثقة من طرف ضباط مخابرات سابقين. واعتقد بان هناك من يتحدث على انه بدات علامات محاكمات قد تحرك امام المحاكم الدوليه. طيب، تحدث عن ان الدوله الان الجزائريه ربما تنهار والحراك لم يتوقف وربما يعود اكثر قوه، ما هي السيناريوهات المطروحه على داخل الجزائري في ظل هذا الوضع الحالي؟ السيناريو الاول، هناك من يتحدث عن سيناريو كارثي. لماذا؟ لانه نظام عسكري رديء، وهناك سيكون خروج للشارع مره اخرى، وقد تعود الجزائر الى العشريه السوداء. هذا سيناريو كارثي. وهناك سيناريو ثاني، من يقول بانه اليوم وصل القاده الى نهايتهم، وقد تحدث بمعنى بين الاجنحه، قد يكون هناك صدام بين الاجنحه، وهذا الصدام بين الاجنحه سيذهب بالجناح الذي هو يتحمل مسؤوليه كل ما يجري اليوم، ويخرج جناح اخر قد يقود الجزائر نحو تغيير. هذا سيناريو موجود. وهناك من يتحدث على ان قد يقع السيناريو السوري، بمعنى هناك من يتحدث على ان السيناريو السوري نتيجه عوامل كثيره ونتيجه اخطاء التي هي مرتبطه اخطاء على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخلي، مع ملاحظه أن كل السلوكات التي يقوم بها القادة الجزائريون على المستوى الخارجي هي موجهة إلى الداخل، ويستعملون كل الملفات. لاحظنا بأنه درجة كبيرة من الجنون، مثلا لاحظناها منذ أيام، كيف يستعملون حتى ملف كرة القدم، وهذا يعبر عن ضعف، بأنه لم تعد لهم أوراق ليستعملوها لمحاولة إسكات الجزائريين. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات باش تخرجوا عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيتعاون المحتوى ديالنا، وكيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد، وديما مغرب.